أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.